يسعد لي مساء كل من يتابعنا الآن خلف شاشة الاي تي في في برنامج عسيف وحلقة جديدة نقدمها لكم. مساء الخير. مساء الخير دكتور طالب. يسعد لي مساء كل من يشاهدنا. طبعا اليوم حلقة جديدة من برنامج عسيف وأكيد ضيوفنا مميزين لكن كل في مجاله. فاليوم رح نتكلم في مواضيع يعني تخص المواطنين والمقيمين في صحيح. أهم المواضيع اللي رح نتكلم فيها اليوم. احنا دائما نكرهها ونحرص على أن يتواجدون معنا ضيوف يثرون المشاهد خاصة في بعض التساؤلات. أكيد. لكن قبل لا نبدي ودنا نتكلم عن موضوع يمكن خبر وصلنا في السوشيال ميديا أمس عن يعني حالة صحية لمرام الفنانة صحيح. مرام البلوشي وطبعا على أثرها دخلت مستشفى الأميري في أتوقع يعني أزمة في القلب. صحيح دكتور طالب. أول شيء حاب يعني ربي طمنا عليها وعلى جمهورها يعني هي حالتها شوي تعبانة وللعلم صحيح. دكتور طالب هي مو أول مرة تحوشها هذه الجلطة من صحيح. من التواصل الاجتماعي سمعنا ممكن هذه ثاني مرة أو ثالث مرة تقريبا. يا رب إن شاء الله تطلع من هذه الجلطة وتصير أحسن وأفضل. يعني تدري نفس هذه الأمور وهي بعمر للحين صحيح. صغيرة فأكيد محبينها ومتابعينها وأهلها وعيالها كلنا نحاتيها. فصراحة ما تشوف شر يعني سلامتها إن شاء الله وإن شاء الله تقوم بالسلامة. وأكيد معنا اتصال مع أخت مرام البلوشي مي البلوشي. طبعا نمسي عليك بكل خير. مساكم الله بالخير. يعطيكم العافية. يا هلا فيك. شلونكم شخباركم اختي ريهام حبيبتي وطالب طول عمرك. طمنينا على حالة مرام الحين شلونها؟ والله حاليا هما ماشيين على انه قاعد يعطونها ابر سيولة علشان توازن انزيمات القلب. صحيح. لأن تدري امس هي كانت باللوكيشن وتعبت وطاحت وودوها المستشفى فكانت داخلة بجلطة. امس عطوها ابر سيولة واليوم هم عطوها ابر سيولة وان شاء الله ما نوصل ان احنا للقسطرة. يعني الدكتور قاعد يقول احنا حاليا نعطيها ابر سيولة عشان نوازن انزيمات القلب. صحيح. ومن هنا باكر الصبح ان شاء الله هي ما زالت تعبانه يعني بيني وبينك يعني انا كنت عندها قبل شوي فشوي تعبانه فتقوم وترد تنام تقوم وترد تنام وان شاء الله ان شاء الله يا ربي بدعواتكم ان شاء الله ودعوات اللي يحبونها ان شاء الله تقوم بالسلامه وتصير بيننا وكلنا يا رب. ما الله يشافيها يا رب. شر يعني ربي يشافيها ويطمننا ويطمنكم عليها. بس حابين نعرف ان هذه مو اول مره معاها الجلطة. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني أمس كنا نسمع هي سبق قبل سنتين تقريبا لما كانت تصور مسلسل دفعة القاهرة طاحت هم ويتها الجلطة وركبوا لها ثلاث دعامات. كانت في عندها أدوية معينة تأخذها مثلا خلال إيه حبوب سيولة حبوب سيولة وللأسف هي لما كانت تعبانة ما كانت حبوبها معاها فتعبت وطاحت ما تشوف شر. أسأل الله يشافيها إن شاء الله ويقومها بالسلامة. مثل ما يقولون إن شاء الله هذه أزمة وتعدي وأكيد دعوات كل محبينها إن شاء الله يكونوا لها خلال الفترة إلى ما إن شاء الله ترجع سالمة ويعني ناخذها باتصال معنا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. كل الشكر على هذه المداخلة. يعني فعلا ما تشوف شر وسلامتها. طبعا مشاهدين نحن مستمرين معاكم لكن نستعرض معاكم هذه الفقرات ونرجع لكم. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون العميد حقوقي محمد سعد العتيبي مدير إدارة تحقيق مخالفات المرور بالإنابة في الإدارة العامة للمرور وحوار حول المخالفات المرورية. ومن فقراتنا الأسبوعية فقرة مع حصة وضيفتنا الفنانة أمل عباس وراح تكون معانا هبة المسلم ناشطة اجتماعية مهتمة بعلم الطاقة والتنفس. إذن بتكون إن شاء الله هذه فقراتنا وضيوفنا في استوديو عسيف. لا تبعدون وخلكم معنا.